ستيتش. ركزوا يا جماعه، التجمعات اللي بقولها يا جماعه اكتب اقل الحاجات اللي بتتسال فيها، او زي ما بقول اذا ذاكرت وتابعت بما يرضي الله يبقى حرام قوي ان تنقص عن الفول مارك في العمل، سواء ام اس كيو او اسئله. اظن في اي حاجه تيجي اكتر من اللي احنا بنقوله يا جماعه؟ ركز واكتب زي ما بنقول، والدكاتره هيقفوا معاك يوروك الصور، وهنرجع تاني نعمل نموذج لاسئله هتسيل فيها ازاي، سواء ام اس كيو او حلال. فايه هي الكوزز اوف شورت ستيشن؟ لو قلنا امثله كده لبازل كوزز اوف شورت ستيشن عشان اقارنها بالديجيتال دوارفيزم، انت لقيت واحد قزعه كده قصير خالص ولو شنب، انتوا بتشوفوها اللي بيشوف مصارعه ولا بيشوف ناس في الطريق ربنا يعافي الجميع، وتلاقي واحد قصير خالص وشنب وتلاقيه مخلف وتلاقي ابنه ممكن ما شاء الله مترين وهو اللي قصير. اما تشوف الشخص ده هل تحلف ان هو بيتيوتال دوارفيزم؟ لا، يبقى لازم اعرف ايه الاذر كوزز وايه اللي يميز هذا البيتيوتال دوارفيزم. يبقى الستارت جروس او الكوزز اوف دوارفيزم او ستارت جروس او الشورت ستيتشر، اول حاجه عندي لسه بناخدها اللي هي البيتيوتري دوارفيزم. بيمتاز هذا الشخص بايه؟ ركزوا معايا يا جماعه، الشخص اللي هو بيمتاز بانه ها حاجه اسمها بروبورشنيت، بروبورشنيت دوارفيزم. يعني ايه؟ الشخص العادي يا جماعه لو انت فردت دراعاتك كده، ده بقول عليه الاسبان، اول الصابع الكبير هنا والصابع الكبير هنا، دي كده بقول عليه الاسبان، من التوب اوف ذا كراون من الهيب من اعلى حته في الراس لاسفل القدم بقول عليه الايه؟ الهايت. نورمالي الاسبان بتاعك قد الهايت. طيب وقيس المسافه ما بين الكراون والسيمفسيس بيوبس، المفروض تبقى قد المسافه من السيمفسيس بيوبس للهيل، يبقى ده بروبورشنيت جروث. الدوارف هتلاقيه بالصفات دي، تيجي تلاقيه شخص كده اهو، تيجي تشوف المسافه ده ايه كده، دي قد دي، وتيجي تشوف الاسبان بتاعه ده كده طولها قد دي كده، يبقى قال عليه بروبورشنيت جروث. دي اول نقطه، اول نقطه تميز البيتيوتري دوارفيزم انه بروبورشنيت جروث. تاني حاجة تميزه انه وايز، وايز يعني ايه؟ ما عندوش منتال ريتارديشن، خلاص؟ انه انسان عاقل بيعرف يتكلم، بيعرف يحكي، وضحت الصورة يا جماعة؟ انه وايز بيرسون. طيب، المهم لو جيت اشوف بقى حاجة زي لو هايبو دوارفيت هايبو هايبو جروث او او دوارفيزم نتيجة تايرويد ديسوردر، تايرويد كوز، لو في مشكله في الثايرويد، ثايرويد هرمون ديفيشنسي زي حاله كريتينيزم او نكسوديما، بس بالذات الكريتينيزم اللي هيبان فيه الجروث، هتلاقي عنده ايه؟ ديسبروبورشنيت، يعني مفيش تناسق في النمو بتاعه، ممكن تلاقي الترانك بتاعه كبير والرجلين صغيرين. تاني حاجه تلاقي عنده منتال ريتارديشن، ولذلك وزارة الصحة عاملة اختبار للأطفال أول ما يتولدوا في ثالث يوم، يقولوا روحوا خدوا منهم عينة علشان نشوف الثيرويد هرمون ليفل، علشان لو عنده نقص فوق نلحق نعالج، يبقى هتلاقي عنده منتال ريتارديشن. ده مش كده وبس، ممكن يبقى عنده انفانتليزم، يعني تلاقي عنده 20 سنة تيجي تشوف الجينيتالز بتاعته تلاقيها بتاعت إيه؟ واحد اكنه عنده 5 سنين 10 سنين 3 سنين انفانت، لسه عيل صغير خالص. طيب ايه الاذر تو ذس؟ في حاجه اسمها ايكوندرو بليزيا. الايكوندرو بليزيا ده اشهر ذا موست كومن كوز اوف شورت ستيتشر ان هيومن بينج، اشهر واكتر من البيتيوتري دوارفيزم، واسمها ايكوندروبليزيا. ايكوندروبليزيا ده ميتابوليك ديسوردر في البول. ايكوندروبليزيا ذا موست كومن كوز اوف شورت ستيتشر ان هيومن. اكتبها تاني، ايكوندروبليزيا، واضحه كده؟ طيب في اذر كوزز،
فاميليا. في عوائل كده، في عائلات تلاقي ما شاء الله ما بيعدوش من الباب، في عائلات هي طب هي كده عودها كده. في كونستيتيوشن، في اذر ميتابوليك ديزيز. لو عيل عنده ميتابوليك ديزيز يعني مثلا دايبيتس مثلا، ولد وبعد سنين بسيطه في الجروث بتاعه كان عنده دايبيتس، ايه المشكله؟ اثر في الجروث ولا ما اثرش؟ اثر في الجروث، هتخليه شورت ستيتشر ولا مش شورت ستيتشر؟ شورت ستيتشر. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ابقى حاطط في دماغي دلوقتي لما الاقي صوره وانا شاكك انها بتيوتري دورفيز، اه دي بتيوتري دورفيز، طب ليه يا ابني؟ علشان 1 2 3 صح؟ وانا بفضل لما تيجي لك صوره يبقى لازم صوره تبقى معبره. شخص مثلا واقف في ريح واحد تاني فمقارنه به، اقول لك مثلا اذا كان الدكتور نورمال هايت بتاعه والبيشنت هو اللي في ريحه، وجايب لك البيشنت قصير خالص وقلت لك ان عنده مثلا وليكن 20 سنه وجاي لحد الايه؟ وسط الدكتور كده، يبقى معناها انه ايه؟ دوارف. صح؟ لكن صوره لحالها كده ما بتبقاش معبره قوي. يا اما يجي البيشنت وفي ريحه ايه؟ مزوره كده متركمه 10 20 30 متر 2 وهكذا. بتحط الصوره كلام كويس. يبقى ده اول ديسوردر عندي اللي انا بقول عليه بيتيوتري دوارفيز. تاني حاجه عندي حاجه اسمها فرولكس سندروم، او بقول عليه اديبوز جينيتال سندروم. ده تسمعوا عنه عندنا هنا في الاندوكراين، وهتسمعوا عنه في السي ان اس ان شاء الله لما نيجي ناخد الهايبو ثالاموس. الفرولكس سندروم او اديبوز جينيتال سندروم من اسمه اديبوز جينيتال، يعني هيأفكت الاديبوز تيشو والجينيتاليا. القوس بتاع الاديبوز جينيتال سندروم ده ايه؟ في مشكله في حاجتين، يا اما يبقوا مع بعض يا اما حاجه واحده وهي المايسترو. مشكله في الهايبوثالاموس مع الانتيريور بيتيوتري، يبقى كومبايند ليجن اور افكشن اوف هايبوثالاموس اند انتيريور بيتيوتري تعمل لي الفرولكس سندروم، لانه راجل الماني فرولكس، او بقول عليه اديبوز جينيتال سندروم، او المشكله في الهايبوثالاموس بس، بس افكتد الجونادوتروفين ريليزنج هرمون وافكتد الفيدنج سنتر. ان شاء الله هناخد الميتابوليزم ان شاء الله، وهنعرف حاجه اسمها الفود انتيك، وهنعرف الفيدنج سنتر والساتايتي سنتر. فالشخص اللي عنده الفرولكس سندروم ده هو بلاقي عنده يا اما مشكله كومبايند ما بين الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري، يا مشكله في الهايبوثالاموس بس افكتد الجونادوتروفين ريليزنج هرمون و الفيدنج سنتر. الشخص ده من اسمه اديبوز، يعني اديبوز تيشو جينيتال، يبقى افكت الاثنين، وانا قلت لك افكت الجونادوتروفين ريليزنج هرمون والفيدنج سنتر، هتلاقيه ما شاء الله عنده هايبرفيش، قاعد ياكل كتير، الفيدنج بتاعه كتير اكسسيف فيدنج، هتلاقيه اوبيس. الجينيتاليا بتاعته اخبارها ايه؟ هيبقى عنده هايبوجوناديزم، ممكن توصل تبقى انفانتليزم زي ما واضح في الصوره كده. يبقى هتلاقي شخص اوبيز وعنده مشكله في الجينيتالز انفانتليزم، وعندك الصوره في الكتاب. هتلاقي شخص اوبيز وهنشوفها حالا بره، وهنقسم مجموعات حالا وهنشوفها. شخص اوبيز وانفانتايل جينيتالز. السبب ايه؟ يجي يقول لك يا ابني دي حاله ايه يا حبيبي؟ تقول له بوت اتفاس جينيتال فرولكس سندروم. عنده ايه يا حبيبي؟ ايه اللي خلاك تقول ده الفرولكس سندروم؟ بس خلي بالك نصيحه ليك انت في الحياه، اتعود على كده، تيجي تقول دي الحاله دي كذا، ده موست بروبلي ما اقدرش احلف عليها، لان في امراض الدنيا والاخره تدي الشكل ده. فالحاله دي لما تيجي تتسال فيها في العملي تقول دي موست بروبلي فرولكس سندروم او اديبوز جينيتال سندروم. طب ليه يا ابني؟ ايه اللي عرفك؟ قول له ده ايه؟ ده اوبيس. طب ايه اللي عرفك تاني؟ عنده هايبرفيشيا. انت شايفه بياكل يا ابني؟ خليك بطل شغل مخك. ما يجي يقول لك عرفت الصوره ديت ايه؟ ما تقولش حاجه مش باينه. ما تقولش مثلا انت عنده هايبرفيشيا، لا قول الواضح في الصوره انه اوبيز، عنده انفانتليزم. في اذر فيتشرز مش واضحه في الصوره، ممكن يبقى عنده ها؟ بولي فيشيا او هايبرفيشيا، بياكل كتير مثلا. وضحت الصوره؟ كلام كويس. يبقى دي حاله اسمها فرولكس سندروم او اديبوز جينيتال سندروم. يقول لك ا 20 يير اولد مين
suffered from severe obesity, infantile sex organs, and was diagnosed as Froelich syndrome. Which of the following organs is mostly affected? Thalamus, hypothalamus, cerebral cortex, اي حاجه بقى cerebellum مثلا يبقى مين؟ hypothalamus. وضحت الصوره يا جماعه؟ او يجيب لك الاعراض ويقول لك this case mostly diagnosed as Cushing syndrome, Froelich syndrome, Siemens disease. يبقى Froelich syndrome. وضحت تفسير الام اس كيو ازاي يا جماعه؟ كلام كويس قوي. طيب لو حصل بقى واحده ما شاء الله الحمد لله ربنا كرمها وبقت حامل وربنا رزقها بعيد ولدت نمت في السرير ما اتحركتش لا بيكون تتحرك شويه ولا حاجه تبقى عرضه لايه؟ لامبوليزم وسريبرال اسكيميا واسكيميا ونكروزس في البيتيوتري. امبولس يعني ايه؟ الدم ثابت زي ما خدنا في البلد الله يرحمه ما بنقولش لوغاريتمات يا جماعه. خدنا حاجه اسمها الهيموستاسيس في البلد وعرفنا يعني ايه ثرومبس فورميشن وعرفنا ازاي الجسم بتاعنا بيحافظ على البلد فلويد الفلويد فول. لو انت دنيتك نايم ما اتحركتش الفلو بتاع البلد هيبقى قليل. عرضه تتكون جلطات. الناس الكبار في السن من ضمن الاسباب اللي بتخلي يتكون عندهم جلطات ايه؟ ما بيتحركوش كتير. صح؟ فالست اللي لسه والده ما اتحركتش كتير تبقى عرضه لتكوين جلطه، جلطه راحت على مين؟ البيتيوتري عملت ايه؟ نكروزس يقولوا عليها شي هانز سندروم. الحاله كلها تؤدي الى حاجه اسمها بان هايبو بيتيوتريزم. او يقولوا عليها بيتيوتري كاشيكسيا. والمرض مشهور قوي دي قبل كده اس كيو. كتير شافه وان اس كيو عمل. سيمون ديزيز. يبقى السيمون ديزيز هو عباره عن ايه؟ بيتيوتري كاشيكسيا. شيهانز سندروم ده تبع فئه منه. بان هايبوبيتيوتاليزم. طب شخص عنده بان هايبوبيتيوتاليزم يعني كل الهرمونز اللي طالعه لك من البيتيوتري مينلي انتيريور بيتيوتري ار ديكريز. تتوقع ايه؟ اولا لما الجروس هرمون يقل والستيرويد ستيميليتنج هرمون يقل والادرينو كورتيكوتروفيك هرمون يقل والجونادوتروفيك هرمون يقل. الناس اللي مش لابسه البطل تلبس البطل ولا حاجه. اللي مش معاه البطل يتفضل. طب يعني ينفع مش كده ينفع؟ طب معلش مش مستحيل. اللي معاه البطل يا جماعه يلبسه مش يتكرر يا جماعه. كنا بنقول ايه؟ شفتوا بنخرج بره الموضوع. كنا بنقول ايه اخر حاجه قلناها؟ ايوه ركزوا معايا بقى يا جماعه. اول حاجه الشخص ده نتيجه الديفيشنسي بتاع كل الانتيريور بيتيوتري هرمون يبقى له كاركترستيك فيتشر. اول صفه مميزه له ممكن يدخل في حاجه اسمها بريماتيور سينيليتي او يقولوا عليها بروجيريا. كانت بتصير كتير قوي اسكيو شابر. دايما لما تلاقي كلمه غريبه كده ركز عليها لان في ناس بتحب تسال في حاجه غريبه. بروجيريا اهو. تلاقي شخص واحدة عندها مثلا 25 سنة وتلاقي آثار شيخوخة ظهر عليها. بدأ الشعر يتقصف ويسقط والجلد يكرمش وواضح إنها إيه؟ سيناي بيرث وهي لسه فاضل 25 30 سنة. السبب إيه؟ شيهان سندروم، سيمون ديسيز، بيتيوتري كاشيكسيا. يبقى يحصل حاجة اسمها بروجيريا. بروجيريا. أو اسم الدلع بتاعها بريماتيور يعني قبل الاوان. هانت يا جماعه بريماتيور سينيليتي. بريماتيور ايه؟ سينيليتي. طيب الشخص ده زي ما قلت بان ان قلت ايه؟ ايج. صفاته ايه؟ لو جيت اشوف زي ما قلت الشعر هيبدا يتقصف ويسقط هيدخل السكن هيبدا يحصل رينكينج فيها ولصف ايه؟ يحصل ايماشيشن ولصف الاستيستي بتاعتها. الطبيعي يا جماعه انك تمسك ايه؟ فولد من السكين يرجع بسرعه لان في الاستيستي. في الاستيك اليمنت موجود. مع الاولد ايدج وفقدت هذه الاستيك اليمنت تيجي تمسك السكين كده تلاقيها ترجع ببطء. اعراض شيخوخه. طيب ايه تاني؟
اما يحصل ان الثايرويد ستيمليتنج هرمون يقل الثايرويد فانكشن اخبارها ايه؟ هتقل. يعني هيبقى في ساينز اوف ايه؟ هايبوثايرويديزم. وهناخد الثايرويد جلاند لحالها وهنعرف ايه مميزات هتلاقي الشخص ده عنده حاجه اسمها كولد انتوليرانس، ما بيتحملش الجو الساقع. هانت هانت الناس بدات ايه؟ تفهم. هانت هتلاقي الشخص ده عنده ايه؟ عرضه انه يحصل له حاجه اسمها هايبر كوليسترولينيا. هنسمع الكلام ده واحنا بنتكلم المره الجايه ان شاء الله في الثايرويد. ممكن يبقى عنده هايبرتنشن، ممكن يبقى عنده اثيروسكليروزس. طيب الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون هيقل، يبقى الكورتيزون هيقل، يبقى الشخص ده عرضه ان يبقى عنده هايبو كورتيسيزم، هيبقى عنده اديسون ديسيز وهنتكلم عنه في سيكشن لوحده. وضحت الصوره؟ الجونيدز قال له يبقى الشخص ده عنده هايبو جوناديزم. طب واحد يقول لك بقى ركز معايا بقى انتوا بتخرفوا، الكتاب مكتوب فيه، ركزوا، الكتاب مكتوب فيه ان بيحصل بوليوريا وبين قوسين مايل. طب انت قاعد كاتب لي عنوان ديسوردرز اوف انتيريور بيتيوتري، ايه علاقه الانتيريور بيتيوتري بالبوليوريا؟ ازاي الانتيريور بيتيوتري تؤدي الى بوليوريا؟ يا جماعه احنا بنقول سيمون ديسيز ديبان هايبو بيتيوتريزم، هي مني افكت في الانتيريور بيتيوتري، لكن تو ليس افكت، افكت مين؟ بتاثر برضك على البوستيريور بيتيوتري، وزي قلنا ميه بتافكت برضك البوستيريور بيتيوتري، فتعمل لي ديفيشنسي للانتي دايريتيك هرمون، فتعمل لي سام سورت اوف ها بوليوريا. يبقى ده اسمه ايه؟ سيمون ديسيز. او في الصوره اللي عندنا ده معلش هتلاقيها ايه؟ باين عليها انها اولد ايج، يعني انا لو قلت لك دي عندها 42 سنه. لو انت شفت الصوره الوان وشفت الشخص بجد هتلاقي الشعر ابيض وبدا يتساقط والشعر قليل وايه؟ وجايبينها لك قاعده على كرسي. يعني مش قادره تسقط طولها. عندها اثينيا. يعني في ويكنس، في مصل ويكنس، في وهن، في ضعف، مش قادره تقف على حيلها كده حتى. خلاص؟ يبقى واضح انها في ايه؟ اثينيا. في بريماتيور سينيليتي روجاريا. خلاص؟ في ساينز اند افكشنز اوف اول جلاندز اللي اندر كنترول اوف انتيريور بيتيوتري، سواء الثايرويد سواء الادرينال كورتكس. الامور واضحه ولا صعبه يا جماعه؟ كلام جميل. طيب ناخد نفس عميق كده بس بالراحه علشان ما نخلصش الهواء. الجروث هرمون بقى بدل ما فيه هايبو فانكشن، احنا قلنا اتكلمنا على الهايبو فانكشن، اتكلمنا على البيتيوتري دوارفيز، اتكلمنا على ايه؟ بس بيتيوتري دوارفيز، اتكلمنا على فرونر سيندروم، سيمون ديسيز. طيب لو زاد بقى الجروث هرمون الزياده يا اما قبل حاجه اسمها اليونيون اوف ابيسيس 2 وحد يقول بيفور بيوبرتي او بعد البيوبرتي، غلط ما ينفعش. طب ليه ما اقولش قبل البيوبرتي او بعد البيوبرتي؟ لان الواحد ممكن يبقى قضى وفي بعض البونز ما حصلهمش كلوجر. ممكن انت بدات البيوبرتي، بدات البيوبرتي عندك بس لسه بتطول سن، لان في بون اللونج بون اهو يا جماعه. هانت 10 دقايق بعد كده نقسم ربع ساعه تلت ساعه ونتجمع مع بعض 5 دقايق 10 دقايق بس. بصوا يا جماعه لو دي لونج بون خلاص هانت هانت دي الشافت بتاعتك. عارفين يعني ايه الشافت في لونج بون؟ هنا اهو في كارتليج ما بينها وما بين الايه؟ البون اللي هي البريفرال بارت دي بيقولوا عليها الفيزيال بلين. ده بيبقى في البدايه انيشال كارتليج وده اللي من خلاله بيزيد اللينث اوف لونج بون. لو حصل كلوجر يعني حصل اوسيفيكيشن لهذا البارت هل البون دي تطول؟ لا. فانا دلوقتي بقول ان الجروث هرمون لو زاد بيفور كلوجر او يونيون اوف ابيفيزيان بليت او افتر بيفور يبقى سهل انه ايه؟ ينمو صح؟ انه يطول. افتر يبقى ما ينفعش ينمو بالطول، ينمو بالعرض. ازاي؟ هنشوف. لو بيفور يونيون اوف ابيفيزيان بليت هيديني حاجه اسمها الجاينتزم او جايجانتزم. جبنا شخص هو ده القصير ده الطبيعي، ده الشخص الطبيعي. يعني الصح ان احنا نقول لك بين قوسين كده هو
on the right side this is the normal height of this person. يبقى الابنورمال هو مين؟ اللي على الليفت. يبقى ده تول ستيتشر، واحد طويل اهو. ممكن حد يلاقيك كده بتستغرب في الشفا ولا حاجه يقول لك يا حبيبي انت درست ايه؟ في الاندوكراين والريبرودكشن حاجات تعمل هاي ستيتشر او تول ستيتشر. ايه هم يا حبيبي؟ تقول له اول حاجه عندي انا درست حاجه اسمها جيجانتزم او جيجانتزم. يقول لك طب قريت حاجه ثانيه كده تلاقي ناس ما شاء الله معديه كده. وايه؟ وغير الايه؟ غير الجيجانتزم. حط في دماغك دايما الفاميليال والكونستيتيوشن. فاميليال يعني حاجه عائليه، وكونستيتيوشنال يعني بدون سبب. لكن ان شاء الله ما تيجي تاخد الاندوكراين تاخد الريبرودكشن تيجي تاخد في الميل. سمعتوا عن مصطلح اسمه الاغا؟ سمعتوا عن الاغا؟ هتسمعوا عن الاغا ده كان ايام زمان يا جماعه. اسمعوا، مش عارفين الحراملك؟ الحراملك اللي هو الحريم بتاع السلطان كانوا بيعملوا ايه؟ ركزوا، كانوا بيجيبوا العبيد يعملوا لهم كاستريشن، يشيلوا التستيس بتاعتهم وهم صغيرين. عارفين يعني ايه التستيس؟ يعني طيب يشيلوا التستيس، ركزوا معايا بس، فهيزيد الطول بتاعهم لكن السكشوال ديزاير مش هتبقى موجوده. خلاص قولوا عليه الاغى. دول بيمتاز بان ما شاء الله جدا طول ستيتشر. تعالى يقول لك ايه؟ احلام اللي اسمها ايه؟ احلام الايه؟ او اجسام الايه؟ واحلام ما اعرفش ايه، صح؟ فانت هتلاقي جدا لكن معمول له كاستريشن وتحط الصوره. فانا ابقى حافظ وعارف الطول ستيتشر ده الاقيه ايه؟ الاقيه فين؟ خلاص؟ بس مش كل طول ستيتشر اغى ولا كل اغى طول ستيتشر. ركزوا معايا بس. المهم يبقى الشخص ده هتلاقيه جاينت ما شاء الله عندها، عنده اوفر جروث في السوفت تيشو وفي البول، وتلاقي عنده هايبوجوناديزم لان الحاله سببها غالبا تيومر بتطلع الجروث هرمون، والتيومر دي في الانتيريور بيتيوتري. طب الانتيريور بيتيوتري في اذر سيلز بتطلع هرمونات ثانيه من ضمنهم الجونادوتروفيك هرمونز. لو التيومر اللي بتطلع الجروث هرمون ضغطت على السيلز اللي بتطلع الجونادوتروفيك هرمون تعمل سام سورت اوف اتروفي فيها، صح؟ فيبقى الشخص ده عنده هايبوجوناديزم. الجروث هرمون زايد، اخبار الجلوكوز ايه؟ اللي عنده هايبر جلايسيميا وعرضه لدايابيتس. يبقى تتسئل لو جت قبل كده يقول لك a 17 years old male complained from being a giant عملاق has hyperglycemia and hypogonadism with increase of which of the following hormone. يبقى هتلاقي ايه؟ يبقى مين الهرمون اللي زايد في الحاله دي؟ الجروث هرمون. ممكن يسالك بصيغه ثانيه يقول لك جاينتيزم اور جاينتيزم هاز ويتش اوف ذا فولوينج فيتشر، ويجيب لك صفات كتيره غلط من ضمنها حاجه اسمها ايه؟ هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا، وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى عرفت، لازم ابقى عارف الحاله اللي قدامي دي هي جاينتيزم او جاينتيزم ليه؟ ايه الفيتشرز بتاعتها؟ لان هتسالها ام سي كيو او هتسالها على الحاله. اجي اتسال على الحاله زي ما الدكاتره هيقولوا لنا، اوصف اللي قدامي، تقول له اللي قدامي دي جايجانتزم عشان واحد اثنين ثلاثه اللي انا شايفه. لكن في اذر ساينز ديت بالكلام او بالاناليسيس بالتحليل هتبان، لكن ما ينفعش تقول ايه اللي عرفك يا ابني ان ده جايجانتزم؟ تقول له اول حاجه عشان في عنده هايبر جلايسيميا. انت شايف الهايبر جلايسيميا في الصوره يا حبيبي؟ ينفع؟ يبقى انا اقول اللي انا شايفه، اللي انا مش شايفه في اذر ساينز هتبان يا اما من الهيستوري يا اما من الاناليسيس تحليل. طيب لو بفرض بقى ان الشخص ده هو غالبا اللايف سبان بتاعته قصيره يعني بيموت بدري. طب افرض انه عمر وعاش، بيتحول لحاجه اسمها اكروميجاليك بيرسون، يبقى كومبايند جايجانتزم واكروميجاليك. طب لو واحد بقى كان كويس وما عندوش اي مشكله لحد ما حصل يونيون اوف ابيفيزيال بليت عنده 25 30 40 سنه وبدا الجروث هرمون يزيد نتيجه تيومر، يدخل على اكروميجاليك على طول. الاكروميجاليك هو خلاص ما عادش هيطول، لكن البول هيزيد السيكنس بتاعه، السوفت تيشو هينمو. فتلاقي الشخص ده ايه؟ هتلاقي له فيشيال فيتشرز كاركترستيك. هنا يا جماعه بصوا على الصوره كده، هتلاقيه الونجيتد فيس
بروترودد ماندبل يتقال عليها بروجناتيزم. ممكن يقول لك بروجناتيزم مينز ويقوم كاتب لك تحتها اللارج تان اللارج اير اللارج نوز. ايه تاني؟ بروترودد ماندبل. يبقى بروترودد ماندبل. تيجي تشوف السرب اوربيتال ريتش. اقول لك على حاجه، في ممثل فاكرين اللي هو ايه؟ اشرف. ما شاء الله، عشان لازم تذاكر وحافظ. بص على اشرف او عوض او اللي انت عارفه، بص على شكله كده اوصفه. خلاص يا جماعه؟ هتلاقي الونجيتد فيس بروجناتيزم سوبرا اوربيتال ريتش ايه؟ بروميننت. الايرز ما شاء الله، الليبس ما شاء الله، التنج اللارجر. ممكن يحصل حاجه اسمها ماكرو بلوس، يعني دي بنقول عليها الفيشيال فيتشر. تيجي تلاقيه عنده بوينج، انحناءه في الايه؟ في الفيرتيبرا كورمان بتاعه احدب. خلاص؟ تيجي تشوف الهندس، بسم الله ما شاء الله، الفوت ما شاء الله، خلاص؟ اللارجر. لو جيت عملت الترا سونوجرافي، جيت تشوف اشعه الفيزيونيه، تشوف الايه؟ الليفر بتاعه، تلاقي اللارجر. تيجي تشوف السبلين ما شاء الله اللارجر. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. في حاجات ثانيه بقى مش باينه في الصوره، لو جيت اشوف البلد جلوكوز بتاعه الاقيه عالي. ديابيتك صح؟ تيجي تشوف الجونيز بتاعته هتلاقي عنده هايبو جوناليزم. كلام سهل ولا صعب يا جماعه؟